حط ده كده عشان تسجيل الصوت بس يبقى واضح. ببعت للدفعه لو كان هم. ايه هيبوظ ايه؟ لا ما عشان بيبقى اوضح الصوت شويه عشان نيجي نرجع نسمع الريكوردات الثانيه. لو احتجت التسجيلات زي ما احتجتها في الكوميونتي ولا حاجه يمكن ابعتها لك يعني ترجعها لو في اي حاجه. هي مش مشروع حياتك ان الديسك بتاعك بالنسبه لكل مرحله مختلفه.
وتبقى عارف ان انت لازم تمنشن الفيزيكال اجزاء الاكبر للدكتور المسؤول. اوكي؟ يبقى دي يعني ما ننساهاش لو سمحت. الحاجه الثانيه اللي احنا بنستخدمها اللي هو الانثروبومتريك ميجرمنت. الانثروبومتريك ده هو الفيزيكال ميجرمنت ده بيبروفايد انتجريتد اسسمنت اوف بودي كومبوزيشن. يبقى الانثروبومتريك ده بيعمل ايه؟ بيعمل انتجريتد اسسمنت اوف بودي كومبوزيشن. وده بيتاخد بيولوجيكالي اند كومبارتيف يوز بريفيس ميجرمنت. Such a detailed measurement includes changes per individual status, وبيكون الهايت والويت as a most used measurement. والهايت measurement may not be physical in itself, لكن احنا بنستخدم الهايت علشان نعرف منه الويت المفروض يكون قد ايه. فانا الهايت انا بستخدمه عشان اعرف منه الويت. Height measurement may not be critical in itself, but it is used to estimate the desired weight and to interpret the other assessment data. Another anthropometric measurement includes the knee axis circumference, various self-form circumference, and a height circumference. A weight measure. بنبدا الحاجات اللي بنعرف بيها نستخدمها عشان نعرف الشخص دوت الويت بتاعه قليل ولا كتير مظبوط ولا لا. البادي ماس اندكس. ايه هو البادي ماس اندكس دوت؟ البادي ماس اندكس از ريشيو. الريشيو بتفيد ايه؟ بتفيد الوزن بالكيلوغرام على الهايت بالمتر سكوير. يبقى هو الريشيو ما بين الويت بالكيلوغرام على الهايت بالمتر سكوير. وبيقول ان احنا لو احنا بنستخدم البعض بالانش بنقدر بفاكتور 7 اس 3. ان في بلاد ما بتعرفش الكيلومتر والكيلوجرام والمتر، فلو هم بيستخدموا البعض بالانش بنقدر بفاكتور 7 اس 3. طيب الاوبتمايز اندكس was only recently recommended as an additional measurement of drugs. والاستخدام to calculate the weight for station لكن that measurement was of limited value. المشكلة مع البوت ماس اندكس ان هو شيء الصوت في كل الاحوال. يعني لو الشخص ده عنده اديما هيطلع البوت ماس اندكس بتاعه عالي قوي، بس ده مش ده عنده ميه في جسمه. لو الشخص ده ماسكولار وبيروح الجيم وبيلعب اكزرسايز هو البادي ماس اندكس عنده هيطلع عالي قوي، بس ده مش فاهم ده مثلا. طيب برضه لو الشخص ده عنده كاشيكسيا هيبقى اندر استيميتد، لان هو هيبقى عنده الريش اوف الماسل ماس، فهيطلع البادي ماس اندكس بتاعه اقل من الحقيقي. فانا عشان كده ما بعتمدش على حاجه لوحدها، وقلنا ان احنا هناخد يعني انا هبعت لكم يعني هو في ناس
يوميا اللي هي بتبقى 27 كيلو جرام في الدقيقة الأسبوعية، وبرضه أنا هشوف أحدث حاجة في الرقم كام وهظبطها في السلايد قبل ما أتخرج، لأن حاليا الحاجات الجديدة قايلين 27 مش 30. فالأوفر ويت بتقول إن هي 25 من 7 من 26.9، وأنا ضربتها
الاثنين، مش هقدر اكتب ويك داي ولا اقدر اكتب ويك اند، انا لازم اخد واحد من ده وواحد من ده، لان انا اكتب ويك داي حياتي كلها بتكون سريعه، شوف انا رايح الساعه كام، في اكل في البيت معمول ولا مفيش، ورايا مذاكره، احسن لي انام واصحى اذاكر، بتاكل اي حاجه، في ضغط تاكل، ساعات مش بتاكل، خلاص. فالويك داي ما اقدرش ان انا اعتمد عليها بالقياس، انا لازم اعتمد على الاثنين، ويك داي وويك اند، ويك اند بقى مع العيله، مع اصحابك، خرجت، حكيت الدنيا، فانت خدمت الاثنين مع بعض. طيب ال في الـ 24 احنا لما بنيجي نسأل أي حد في عيادة التغذية، حد يكون جاي لنا عايز ياكل دايت، قول لي بقى أنت بتاكل إيه؟ لا لا أنا ما باكلش، أنا أصل إحنا العيلة كلها بتفات، أنا بس أنت بتسمع عندنا جيناتك. لا طبعا هنتكلم دلوقتي عن الأوبيستي، الأوبيستي لو ده معقول مش هيدخل، يعني هو بيدخل عشان كانت مفتوحة على طول. فبنقول في 24 اور للكل بنحاول ان احنا نساعده في تحميل المعلومه. فايه الاسئله اللي هسالها؟ انت يعني انا سالت يعني واحد كاتب ايه؟ انا الصبح كاتب فاميلتين او كاتب بدايه، وفي الغدا كاتب ساندويتش بطاطس. ده اللي كاتب يحاول يقول كل اه ما فيش حاجه تانيه خالص غير كده. طب بتاخد اي ادويه الصبح؟ باخد ادويه كتير قوي. ليها علاقه بالاكل؟ ليها، لازم اخدها قبل الاكل او بعد الاكل وكده. طب اخدت ايه ادويه؟ اخدت ايه اكل بقى مع الدواء اللي انا اخدته؟ مفيش، اخدت مزايا كوبايه لبن، ادي حاجه تلعب. طب بتشرب شاي حد اثناء اليوم؟ طبعا، وانا عارف مزج لما بشرب شاي. طيب الشاي بتشربه ازاي؟ بتحط عليه لبن؟ طبعا، لما تكمل الدسم ده لازم نص كوبايه تبقى لبن. ولما تكمل الدسم الثاني ده ما تدوش، حط عليها سكر، اربع معالق سكر. فكل الحاجات دي بتطلع وهو ما كانش قلبك. خلاص؟ وطيب هو قال لك انه اكل بداية او اكل بالتين، بتاكل البيضتين دول ازاي؟ مفيش، انا بجيب الزبده واحط شويه سوسيس وبصل وتوميتو والجبن واعمل البيضتين سكرامبل دقايق. يبقى ما بقوش بيضتين، بالبقى ده هي سودا. فطريقه عمل الاكل انا بتكلم معايا يبقى انا بيجي ساعات سؤال زي كده اقول لك ايه اهم سؤال بتساله في الفيديو الاول الفول؟ يجوا طلبوا يقولوا لي انت بتصحى على كام؟ وانا ليه؟ انت بتصحى على كام؟ انا سالت لما معاك في مره بس انا عايزاك تقطع، لان معظم الناس بتبتدي وتقول لا ما تاكلش. اوكي؟ فانا عايزاه يقطع. لا هو بياكل بس مش بيعترف ان هو بياكل. فانا بحاول طب ايه هو بقى اهم سؤال لازم نساله؟ انت تتمنى ان انا اساله طريقه تحضير الاكل. يفرق معايا ان انا اكل بيضتين مسلوقين عن ان انا اكل بيضتين وحطيت عليهم جبن وحطيت عليهم سوسيس ولا لحمه مفرومه ولا واتيفر. يفرق معايا اكلت ربع كاسه مشويه ولا اكلتها قرقام بيض ولا اكلتها بانيه ساده ولا حشيتها جبن يفرق معايا طريقة تحضير الويك اب بريبريشن. طيب مشكلة بقى في 24 اور الكول دي ان انا ما اقدرش استخدمها مع الناس الكبار في السن، وهناخدها قدام شوية النيوتريشن الالجوري في وسائل تانية بنقيس بيها التغذية للناس الكبار. طيب الفول فريكونسي ليست يعني ايه؟ كلمة فول فريكونسي ليست يعني كم مرة؟ في ناس بتنسى تشرب ميه، اقول له انت بتشرب كام كوبايه ميه في اليوم؟ انا ما بعرفش، انا ما بشربش ميه. في حاجه اسمها ما بشربش ميه عشان ما بتعرفش، احنا بنشرب ميه عشان بنهاف، ماليش دعوه انت بتعرفش ولا ما بتعرفش. ميه في مكانها. فلازم نشرب من 6 ل 8 كوبايات ميه في اليوم. يعني اخلي حد يكتب لي ورقه ايه الاكل اللي اكله في الثلاث ايام او في الاسبوع اللي فات. وقلت كل ما تحط حاجه جوه بقى
ضمن السوائل. السوائل ممكن احسب اللبن، لكن الميه ميه. خلاص هات
كلاس 1 كلاس 2 مودل وبيزك وهكذا. بنقول الديزيز ريسك فور تايب 2 دايبيتس هايبر تنشن اند كارديو فاسكولار، دوت الاوبيزيتي بتزود الريسك بتاعها وبيبقى فيه انكريس في الموربيديتي كمان. اي سيت اللي هيحصل معاه الاوبيزيتي، الاوبيزيتي اوكي ات ان ايج اند جنرالي انكريس ويز ايج، كل ما بنكبر كل ما الريسك بتاعتنا بتقل وانت عايز تبقى. وساعات الاكتيفيتي الهوما جنرالي هاف هاير ريت اوف اوبيزيتي ذان مان بيكوز اوف بريجنسي اند المينوبوز، وذا ريزن الفاميليا تندنسي الاوبيزيتي ترانس ان فاميلي مش جينيتك فاكتور، وذا ريزن كبير انفيرس ريليشن شيب بتوين سوشيال ايكونوميك ستيتس اند اوبيزيتي. اكتر حاجه اللي مش عايشين نوعيه الاكل، لا هي عايشين نوعية المعيشة. السوشيال إكرام ستيتس معناها إن أنت معاك عربية، أنت ما بتمشيش. أنت معناها إن أنت عايش في وحش في البلد، يعني أنت عندك سيارات في البيت وأنت ما بتعملش أي فيزيكا لبره. فدوت المقصود يعني إن في دوت في الأكل الرخيص، أكل المتفق وفي الأكل الغير الأكل. ايه اكتر سبب في اسباب الاوبيزيتي؟ ولا يفضل غيره لو سؤال ريتد او ام سي كيو او اورال او اي حاجه. ايه اكتر سبب في اسباب الاوبيزيتي؟ اكتر سبب ها دكتوره فكريه الاسم؟ اه انت هاك كله هاك نور هاك. ايه اكتر سبب من اسباب الناس اللي بتاكل قدام التلفزيون، يعني ده في عمل
بيرتشي السموكي دي تلاقي بقى حاجه غريبه قوي. الناس اللي بطل السجاير بترجع، بس مش مهم. اللي خلاه عنده اراده وجدع ان هو بطل السجاير شعر في وجود الاربع خمسه كيلو اللي بتخاف، بس اهم حاجه ان هو ايه ستوب سموكي.
زي كده.
very high education, particularly among women, lower overall success ability among the teachers, according to the indicators, the waste circumference, the waste ratio was reached 4.5, 13.7, and the total amount of teachers. And these figures are relatively high in the association of central ability to mobility and mortality are taken into consideration. Many studies of general obesity indicate higher prevalence of obesity among men than among men. Where such findings may be attributed to such cultural factors in Egyptian communities, such as high unemployment, restricted outdoor activity, or high illiteracy rate among men. The role of obesity in order to stay a healthy weight. After that, I have a low calorie, low fat, increasing the size. If I have a cut and fat, cut and calorie, I'm going to make an actual blood item. But it's going to be the least of 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 the الأكل اللي صار حالي من الكربوهيدرات دول هيعوزوا مجهود أكثر من التنفيذ. فأنا لو قلنا إن بالظبط تكسير 30% من اللي أنت بتاكله أسفاد يبقى في أوبريتش. ما ينفعش إن أنا أقول لك مش ماليش دعوة أنا آكل اللي أنا عايزه كل اللي فيه إن هو أكل اللي صار حالي. لأن الكلام ده ما بسمعهوش. لا. إحنا بنحط تكسير 30% من الكالوري اللي انت بتاكلها هي السكريات. فاحنا لو كالوري ريجيوز الفات ريجيوز الترانس فات والكوليسترول والناشونال كوليسترول ايديوكيشن بروجرام سجل نوت مور ذان 6% من التوتال كالوري كم فروم فات. سموكينج ديسيشن تو افويد سموكينج هازارد اند اشيف هيلثي لايف ستايل as much as you can less than physical activity with exercise as a treatment of obesity. Yeah, then I have the benefits of exercise in need of reduced body weight and body fat content, prevention of weight regain, where reduces systemic blood pressure, decrease the resting heart rate, increase the stroke pattern, increase the cardiac output, reduce the blood pressure, reduce the LDL and the DLDL, triglycerides, increase the high density life quality. It is a good way to monitor one's lifetime. Food record, accidentally. You have a BPI, you have to ask me, that's all what I'm sharing with the whole of our members. But accidentally, this thing, things back in, again, touchy but it's a good way to monitor one's life and keep in the food diet, and then way one will know exactly how many calories are consumed in a day and where those calories come from. It is hard to change your habits and you have to be ready. This is coming to the end of support. Yang is an account. وانا عايزه اعمل رجيم لحد من ولادي وهو قال لي ايه؟ انا يعني احمد اخويا انا هجيب الاكل ده وهجيب الاكل ده وهو مش هياكل من الاكل ده وانتوا عايزين كلهم على الصبح مع بعض انت نو انت يعني انت تاكل الاكل ده بس وهم لا هم اوكي هم ياكلوا اللي هم عايزينه لا ما دام كلنا هيلثي لايف ستايل ونعمل سبورت للشخص اللي هو عايز ان هو family support and friend support. ولو اتجي لابنك انت ليه بقى؟ انت في السوبر ماركت مفيش عندك ثلاجة سلطات وبروتات وحاجات الكومنت اللي هي جانك فود طب اما دخلت في السوبر ماركت حتى انا قلت لك بقت غالية قوي يعني جيت في بره الفرقة بقت غالية قوي بس برضه احلى مفيدة اكتر لكن جيت في بره الفرقة حتى ف it's hard to change the habit. You have to be ready, make sure that this is the right time to take action and
to have the support of your family and friends, you know what your first step will be. Become healthy and stay healthy in a lifelong process. And what is forward action? But then when you teach an education about test life, the next people in test life, you have to leave by a CMR 8. 8 activities is there. We keep lost needs under the portal of the calendar. The Khalimah of the very Gaza, Khalimah of Sara Alay, then a small frequency. Yeah, the Khalimah of the Khalimah of the Khalimah. See, that's the fear of the faith of the basis, which was the camera. We improve a lot about the same size, but that will give you better response to the incident. We have to believe that calorie burning after eating will be lower in the first in blood for the children. We must move toward healthy and natural food. We never talk about processed food. No processed food. Processed food cheap, I eat from the country. We say a little to know this a 50 to higher. For Malaysia, Kenya, how can I jump about dinner? How can I jump about dinner? To see is better unless the mom can eat. And to see is better on the national is there and ask. But mom can be okay. Then Shaleen is part of the right and left. It's better than the other. And another part of the Jesus. حبيتي يعني سيئة جدا وليها consequences مشكلة. فنعتمد على فنعتمد على أي حاجة بتسد مش عشان نحن نخس لا عشان الدواء صعب يعني الدواء قاسي لا يعني أنا مثلا عمري ولادي 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 أم ناس اللي حتى عمره في البيت يجربهم طبعا لكن إن أنا أشتري نفسي وهم دلوقتي اتجوزوا طبعا هم كمان ما بيشتروش لان هم اتربوا على كده عارفين ان ده جانك فود وعارفين ان ده سبب العقل او سبب الفراخ اي حاجه محطه مع بعضها خلاص فلا ما بيشتروش You must also take pressure and daily exercise. Have to continue a very deep mesh. And we have to have a very short skeleton of the situation. If you don't have a projector, even if someone is overweight, we increase the intake of water and sugar. My baby will get it for less than sugar to water. I can end up with a track of my arm, it's so far behind of the هي عارفة إن أنا معناها كل حد تاني فحاطة لك كوباية مية عشان تجيب لك طعم بسرعة وقت طويل فمفيش مية أثناء الأكل إحنا بنقول إيه؟ كله واشرب لكن مفيش شرب أثناء الأكل خلاص الشرب أثناء الأكل بيوقف الإنزيمات في البروسيس وبيعمل كويس و اسمها فإنجليزي تيك أوتر بتوين مي أند ماك جورينج ذا مي والحاجة برضه مفيدة أوي إن إحنا نشرب مية لازم نعرف نشرب مية قبل الوجبة قبل الوجبة نسيت إن نشرب قبل الوجبة وليس أثناء ريت تأكيد 6 to 8 جرام كوكب في الليل الموتر بيزيد الوجه التعبيط والمية أكتر حاجة يعني في كل الكلام كده أنا بقول إن حاجة أكتر حاجة لا أمنيها لا تزيد الأكشن هي المية المية أكتر حاجة تعمل لايبوليسيس. وكان في ليه بلاستيك بودر في فورميز أند فور كونسيوم سويت ريتس أور شوز. وطبعا دراماتي كان الأدوات الجاية كان معمل بلان شارع في مدرسة وفي أم شارع عليك الميكروسكوب والكل بيكسر في الدور الخامس وانا في السابع كان الضيف الثاني انا اللي هي رفع اليدين يقول لي ايه ده؟ انت جيت الاب قريب ما تجيبوش قريب كان على طول هو وزير
انت معاك نزلت السلم معايا يقول لي اللي بيت اكسبوننت فيها قوانين نوع اللي بيت اكسبوننت خلاص. وطبعا الساعه البريك اللي كنا بناخدها كانت بناخدها بايس انما مش انا باخد حاجه من الكافيتيريا ومثلا يعني يكون برضه دول برضه كان في فكره معينه ايه ناخد اي وقت مع بعض. لا هو كان ياخد بقى الفايس بتاعته ويلف حوالين الجامعه عشان يحط على الحياه. فما تركبوش البيت في الشباب كلها ما تعرفوش ان الراجل ده في الجامعه مش مطلعكم من البيت. السلم ده حاجه كويسه جدا. السلم ده بيبني المصر بتاعت الابر اب بتاعت البيت وحرقان الكالوريز وحرقان الفات اسهل في المصر من الفات. يعني انا اقدر احرق لما يكون الابر الابر اب عندي مثلاً عن ما هيكون في التكاوي والبطيئة فأخير مستيرس is a great change writer and you are meeting your budget against a grant. برضو من الحاجات اللي مفيدة قوي ما تديش كاس الجراسي للقوام شديد عندي ما انتي تصممي على اهلك في دفعين 3000 أو 4000 من كل شهر علشان يروح يشتغل معرفش كام جراسي تحط الدولة دي لو هما بتاعت الصوت عشان تقولي جيب لما تطلع السلم شايل كاس الجراسي تجيبه الاكل از دبل وتحرق الفات مش لازم تروحي تدفعي فلوس عشان تحرق. فيقول الجراسي باي از دبل and don't let someone else to use and هو الباب هو تو كاري الباس فور يو او تو كاري السوت كيس. طيب من ذلك يا جماعه اهم حاجه تقولوش تروح من الكلى مش هشيل 50 كيلو ولا طعم. لا اطلع وانا مش عايزه مره من ان انا اعمل تاني سكريبتي ولكن اطلع مش عايزه او اطلع في ايدي الاثنين واطلع شايله ماكسيموم 5 كيلو هنا او 3 كيلو هنا او 3 كيلو هنا على حسب الجايه طبعا تاني الجايه بيشيلوا ويشيلوا. برضه من الحاجات المفيده قوي ان انا لازم كل وقت ده حاجة مهمة جدا. يعني التفاح بقى الملو التفاح هو هاي فاي الدروب برضه هاي فاي الخاص زي هاي فاي. فالحاجات دي مهمة جدا ان احنا نعملها. طيب بما اننا عايشين مع بعض وكده وعلى الغدا يعني نعمل طبق سلطة ازاي؟ أنا لسه ما خلصتش بس يعني حبيت أراجع نفسي والله جوايا دي ما تتكلموش شوية. لا والله عايزة أسمع منك يا عمر تعرف أنا بسألك إزاي؟ تعلمي هنا لأن أنت أصلا صوتك واطي. تعلمي هنا. يلا أنت أتكلم النهاردة بقى طبق سلطة كده من إيدك وأقول لها هتعمل إزاي. قلت لك عايزة أسمع. طماطم وخيار وبصل لو سمحت هو صوت واطي اصلا مش عايزه اسمع. ها انا اسف. Thank you.
هو مش حاجة كده زيتهم يعني يوميا وقتاش سألتش لهم حاولت أقول إن أنا سمعت لهم بس ما لقيتوش. كنت مبروك فيه لهم. اسمك إيه يا عمرة؟ أمنية؟ أمنية. طيب تعالي 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 عشان تيجي في الآخر تقول لي إيه؟ قلت لها إن أنا كنت ما قلتش كده في المحاضرة. طيب ليه بقى بنقول إن أهم حاجة الزيت؟ إحنا عمالين نتكلم عنها من فترة. إحنا دلوقتي طبق السلطة ده يا عمر وأنت كمان خلاص؟ طبق السلطة ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ طبق السلطة إحنا برضه بنقول إن مفيش مهاريك وحيوانات. طبق السلطة ده عبارة عن حاجتين فايبر وفايبر سوليد أونلاين. الزبادي هاي فايبر فايبر يعني هو عباره عن وجبه فايبر. هو الفايبر فيه عالي قوي بس في حاجه حلوه قلنا غير الفايبر فات سوليد فايبر. فعشان استفاد من فات سوليد فايبر انا لازم احط معلقه زيت عشان تهدد ان انا اخد ابزوربشن للفات سوليد فايبر. لو ما حطيتش معلقه زيت يبقى انا استفدت من الفايبر بس. وطبعا السلطه غالي جدا انا عايز كل حاجة. يبقى دي نقطة. النقطة الثانية بقى قلنا إن أنا بقى هحتاج طبق السلطة هحتاج منين؟ الزيت سواء بقى زيت زيتون أو زيت عباد شمس. والحاجة الثانية الليمون. الليمون حلو أوي غير إن هو هيزود أضرار الحديد في أي حاجة بتاكلها كمان الليمون هيهدي المعنى اللي أنا هحطه في السلطة. أنا لما أحط الليمون كويس في السلطة ممكن ما احطش ملح ودي اهم حاجه عندي ان انا عايز اقلل الملح. اوكي؟ طيب بحب قوي طبق السلطه ده عشان الناس اللي عايزه اولا هو مهم جدا واهم حاجه في الاكل. اوكي؟ والحاجه الثانيه كمان ان هو بيعمل تنظيم ويا ريت تبدا فيه في الاكل. الحاجه الثانيه ان احنا ايه؟ هما الاثنين اهم حاجه تغيير. ودي اخر حاجه بتتحط في طبق السلطه. اولا احنا بنقطع التوميه في البدايه اخر حاجه عشان ما تطرحش. انا بقطع التوميه بتاعت كلها بس. يعني بحط طبق السلطه من الصبح وبعدين بتاعت الاكل اقطع التوميه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا اقلل التوميه في طبق السلطه لان التوميه هيتكلم. الناس اللي عندها حماح وعندها ورع وعينيها التوميه هتزودها. فالتوميه كمان هيتكلم. وازود الخس والفلفل طبعا والخضره والبزر وكل الحاجات الحلوه اللي عندي في الثلاجه احطيه بس مش شرط يكون عندي كل الحاجات دي كلهم الا عندي تحطيه وما يعمل ان احنا نحط الثوم يعني اللي برضه بتستعمل الثوم. الثوم دوت حاجه تبان كويس. انا مش بتكلم خالص على الطعم. انا بتكلم ان ايه الصحي ان انا احط Thank you.
بالعكس السيرش دوت بيعالج الكرونيك ديزيز، يعني بيحسن لي هايبرتنشن، بيحسن لي دايابيتس، لان في ناس ممكن خمس ست سنين وما خسرش. مش هتخلي كل حاجه بقى سوية، لا تكون تعمل العمليه وتبدا بلاجيك وانجوي اللايف. في عمليات بتتعرف بس ما تستوعبش، روح عند الدكتور وقول اتاكدنا وسالنا عن كده وعجبك ان شاء الله. Gastric bypass surgery, gastric banding surgery, and crystal skin gastrectomy. These surgical procedures generally reduce substantial weight loss in obese patients. The gastric bypass and crystal skin procedures often lead to rapid remission of type 2 diabetes and mellitus and important complication of obesity. But we can develop steps to prevent weight gain, to prevent weight gain, we can also steps to lose weight, daily exercise, cut the fat, cut the calorie, long-term commitment to watch what you eat and what you drink, increase the physical exercise, that will prevent obesity and other diseases as well. Monitor weight. Why do we put that in the other part? Other part is again. عامله ايه؟ مرسى حياتي.